يوسف مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غنية؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شوية عيال الشيمي؟ هو طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو، مش فيها سبوبة؟ سبوبة حلوة. سبوبة ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكلة يعني؟ المشكلة ان الجنرال قال لنا مالناش دعوة بالشيمي ده خالص، ما نخشش في أي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز اقول ان الحيتان في بعضهم احنا مالناش فيه، لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم. ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه ما تقفرهاش؟ اميمي مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف؟ صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي تحتاج لي لو انت واقع في مشكله، ماشي؟ غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جاملها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس ثانيه. ما تتكلم عادل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. يلا يا يوسف تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدي يا دياب. ميمي انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قومه يا يوسف براحتك، انما انا ما حدش هياكدني لامي غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. ايه يا جدع فين؟ ده انا بقول عليك العائل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض ونقول ملناش فيه؟ اميمي انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا، انت ناس الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف نصاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سبوبه جات لنا ما واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيمي يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب احنا مش بتوع حد. واديك لسه قايلها بعضمة لسانك. ما حدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم، فاهم كويس. بس برضه لازم نفكر. لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شهر مش بعيد كمان نموت فيها، بس ده صاحبنا. نسيب صاحبنا نروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشوري اللي مين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا، انسى حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انزل انزل. ايه؟ اخلص. ايه؟ انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عاملك الاسود. انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكوا صح؟ طب ما انت حلو، هو دماغك حاضره. لا 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 اتقل يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كل كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا هثبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا هثبت لكم. هنا اهو اسمه زياد. زياد ابو خلاص ما تلوكش. ده
ايوه هي دي نمرة تتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي؟ ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هم عايزينه. لا مؤاخذة شيلي بيه، انت في حاجة مش واخد بالك منها. الناس دي شغالة شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هيرجعوا الواد، لأنهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايرة. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطورة كبيرة قوي عليكم. اه فيها مخاطرة، بس هنسافر واحنا قدها وقدود. وهنرجع بالواد. خلاص أنا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غالية؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غالية ما لسه بقول لك الناس دي مش سهلة. أيوة بس أنا مش هقدر أتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. يعني بس يا غالية هاتي. أنا تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع. إن شاء الله هيرجع، ما تقلقش من أي حاجة. غالية. أنت ما ينفعش تيجي معانا. وإحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف. لكن لو أنت معانا هنتقل. أيوة بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع صخ سليم ما فيهوش خدش واحد إن شاء الله. يا يوسف. مفيش يوسف بقى. اسمعي الكلام يا غالية. اسمعي الكلام. بقى كل البوليكة دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من أهله. وقبليها تجيب عيال عشان تعلم على الراجل. علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ أبا مش بكلمك؟ ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثورة واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد. ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى استنى، انا هسيبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك، بص أنا مستعدة أديك قرشين لوحدك وتخلع أنت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بالأنا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايماً تفتكرني. أفتكرك إيه يا بنت أنت؟ ده شكلها حريمي. حريمي إيه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمة شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هدايا مقبولة. بقول لك يا شيكو، اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. إيه دول؟ حق كوفية؟ كوفية إيه يا بنت؟ ده أجارها بس. الله قليل. ربنا يخليك لي يا رب. شيماء انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء انا عارف ان انت بميت راجل، وعارف كمان ان انت هتاخد بالك من نفسك ومن البنت شاهد ومن امك. عايز احس ان انا موجود معاكم. ها فهماني ولا قلتني؟ ايوه ما تقلقش، انت سايب في ظهرك راجل ما انت عارف. عارف بس هات لي معاك بقى عده حديثه وانت راجع. حديثه؟ ده الطمع ده يا بنت. الو؟ لا والله انا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. ماشي. هتوحشني. كده يا سماح، هو انا طالع سوريا؟ ده رايح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب وما انت رايح الشارع اللي وراكم؟ ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل. يعني انا اجيب له الحاجه هو يوظف في المحل اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بتكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ حسبي لما اشوف مين بيخبط ده وقته ايه؟ ايه يا عمتي؟ خد يا حبيبي المصحف ده معاك، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وراضي. تسلم. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ اه طبعا عاوزه، عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه ومترتر. ومترتر؟ ازيك يا جيجي؟ ازيك يا ري؟ ازيك يا خالتي؟ يا سماح هتعوزي حاجه من هناك؟ لا يا اخويا، عايزك ترجع لي بالسلامه. الله يسلمك. هو انت مسافر يا ري؟ ايوه يا بنت مسافر. هو وديبو يوسف دلوقتي رايحين دبي. وديبو ما قالكيش ولا ايه؟ دبي؟ لا ديبو ما قاليش. ما هو كان هيقول لك لما يشوفك. اه قصدك لما كان ناوي يشوفني قبل ما يلغيها زي كل مره. بقول لك يا جيجي، انا زي اخوك الكبير عايز اتكلم معاكي شويه. تعالي يما اقعدي يا بت. تعالي يا جيجي اقعدي. بصي بقى،
عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش عايزك تزعلي مني. يبقى شكل كلامك هيزعل. ما فيهوش حاجه تزعل، بس اي راجل في الدنيا بيحب يحس ان الست اللي معاه واقفه جنبه، واقفه في ظهره، بتفكر معاه حتى لو هو بيفكر غلط، بس يسمع كلمتين يريحوه. وانت بقى مين قالك اني ما بعملش كده مع ديب؟ ومين قالك بقى ان انا بتكلم عليك انت وديبه؟ لا بتتكلم عني انا وهو. انا مش هبله يا رايق وفاهمه كل حاجه. صاحبك كده شكله شاف له شوف، وانا حاسه لو كان عايز يكتب عليا بجد كان عمل زي ما انت عملت مع محا بالظبط. انما بقى قلت الفلوس والشغل وجواز اخواته كل دي حاجه قوانطه، تخلص واحده يمسك في الثانيه، وشايفني ساكته وصبر فيتنحرر ليه بقى ويهز طوله؟ يتنحرر ويهز طوله؟ انت بتتكلمي معاه على طول كده؟ انا كمان كلامي ما بقاش عاجبه؟ يعني انت سايبه كل حاجه وماسكه في الهيفه؟ على طول لابسه وش كابه وبوز غراب. يا بنت هيطفش منك، هيحس ان حياته بتضيع قدام عينيه من غير لازمه. يعني هو قالك كده؟ قالك ان انا بوز غراب وبطفش؟ يا ستي ما قالش كده. يا بنت انا اللي بقول لك كده، انت بقيتي كئيبه. اه يا جيجي كئيبه ما تبصليش، عايز ازعلي بقى ازعلي. هات الفوطه يا سماح. يا مين دخلت هنا ازاي؟ يا عم ده انت باينك عمده المكان. اول ما سالت بره بيت ديبو فين لقيت 50 واحد عايز يجي يوصلني. ايه ده ايه ده؟ 50 بس؟ يعني 50 ونص، كان في واحد صغير كده. صغير ايوه كده. ايه اخبارك النهارده؟ ما رحتيش يعني؟ لا كان عندي ميعاد اتلغى مش مشكله. هلا امال ايه المشكله؟ حكايه سفرك المفاجئ ده يا استاذ. هو انا ما قلتلكيش ها؟ احنا رايحين نجيب شويه اجهزه كده لاخ واحد صاحبنا من دبي. يعني دبي؟ دبي اه. وناوي تقعد كتير؟ انت ايه رايك؟ انا نفسي مش عايزاك تسافر خالص. ما تسافرش خالص؟ حلو ده. اشمعنى بقى؟ دبي حر قوي، زحمه كمان، حر جدا. انت ايه؟ تسمعي فيروز؟ بسمع فيروز. بحبها قوي. انت بتحبها برضه؟ بحبها جدا، بحبها جدا، وندمان ان انا عرفتها متاخر. يا ريتني كنت عرفتها من زمان. يا ريت يعني. هي العالم اللي فوق ديت مش هتنجز ولا ايه؟ ده معاك طياره والسيرفيس طنطا. ولا انا احلى. انا يا برنس. هات واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوام بقى. ماشي. اعمل لسه بدري على ميعاد الطياره. معلش بقى سيكا. شوف لك حته ثانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو، انا خلاص ظبطت مكان. المهم ترجعونا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. ودي اه. نسيب دول فوق. ده ايه ده؟ شويه مكرونه على كبده على بطاطس. عشان لو جعته في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص لو يوسف انا اديهوله. خد يا خد خبيه. انا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. اخ خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. بقول لك ايه؟ لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس. انا خلاص ناويت اتجوزها. بجد يا يوسف؟ بجد والنبي؟ الف نهار ابيض. الف الف مبروك. يا يوسف مبسوط على ايه؟ بيقول لك هيتجوز. يا حبيب قلبي تروح وترجع لي بالف سلامه. ربنا يتمم لك بخير يا رب يا يوسف يا ابن بطني. خلي بالك من نفسك. حاضر يا جدعان مطيلا. خلي بالك من نفسك وانت كمان. انبسط. حاضر. والدفه ايه بقى؟ سيبها في حالها بقى. ايه؟ يلا سلام. ايه يا جيجي عامله ايه؟ مين البت دي؟ مين البت دي؟ آه دي البنت اللي انا كلمتك عليها اللي هي هتسفرنا. ما تكدبش بقى خلاص، انا ما بقتش حمل كده. انا برضه هكدب عليكي. جيجي انت خلاص بقيت بتعرف بنات معديه بيجوا لك تحت البيت بعربياتهم. دي البت اللي كانت جايبه لك البرفانيه دي مش كده؟ انا عارفه من اول يوم معاملتك اتغيرت معايا ان في بت ورا الحكايه دي، هي اللي شقلبت حالك. جيجي اسمعيني لو سمحتي. والنبي سيبني اقول. سيبني اقول بدل ما طاق من جنابي. سفر وهتسافر من غير حتى ما تعبر الكلبه اللي مستنياك، ولا فارق معاك طاق انا من جنابي ولا حتى اتحرق بجزوسخ. انت مش مسافر يا ديبو عشان خاطر الفلوس، انت ممكن تعمل قرش هنا كويس قوي. انت مسافر عشان انت عايز كده، ورميني ومصاحب البت دي عشان انت برضو عايز كده. انت خلاص كل اللي بتعوزه بقيت بتعمله، مفيش حد فارق معاك.
جي جي ايه بقى حرام عليك؟ سافر يا دياب، سافر وخد مزاجك على الاخر، وانا مستنياك. بس هي كلمه واحده، انت لو ما رجعتش وبعتني انا وايمانات المسلمين عندي ما هفكر في حد بعد. تيجي بالسلامه يا اخويا. يلا يا شهد بطلي تلعبي في باسبور اخوكي وهاتيه معاكي احسن ينساه. حاضر حاضر. ايه ده؟ سلوفينيا؟